عايزه تعالى نعمل حته كده برضو من السبلاي ليست، يلا ايه بينا رايك؟ يلا بينا. بص احنا هقول لك احنا طالبين ايه، انا كمدرسه وانت ماشي بقى ايه، ام خلاص او مثلا اتنين امهات، يلا واحده بينا. مامي وواحده ماما، والاتنين ماشي واقفين في المكتبه مع خلاص بعض. يلا بينا. تمام. بص احنا هنبقى عايزين هايلايتر سات. ممكن ناخده من الدرج بتاع الميك اب عادي عندك. مش محتاجين هايلايتر. هايلايتر ايه؟ لازم هيركز يعني؟ هايلايتر، لا هايلايتر سات نلغيه، لا عايزين منها نلغيه، واحده، يعلم وعايزين بالقلم الرصاص. عايزين اريزرز ده اللي هو ايه بقى؟ وشاربنرز. اكيد هي حاجه مهمه. اريزرز اللي هي بقى ايه، انا بقول لك المكتوب قدامي شفت والله ده اللي هو لما على مؤاخذه فكره. الشميس؟ دي السبلاي ليست الحقيقيه، دي استني، الحقيقيه. اللي هو الشميس اللي مخرم من الجناب؟ لا هقول لك، الاريزرز دي اللي هي الاستيكه، الاستيكه. الجمعه اسامي اسكندريه، ايوه. الجمعه لا اللي الاستيكه عندنا في بتتاكل. القاهره. اللي بتتاكل من ريحه فراوله دي. عايزينها ليه بقى؟ بص بقى عايزين 10 اساتيك. خير تمام. ده لو هيمحي اخطاء الماضي مش هيحتاج 10 اساتذه. لا وليهم نوع معين، انا بس مش عايزه اكتب، مش عايزه اقول اكيد ما النوع تقوليش يعني. طبعا، ليهم ما اسم. انا عارفه والله النوع ده. وعايزين ساينس لاب كوت. ساينس لاب كوت. اللي هو البالطو. ليه؟ ليه؟ هو الولد نفسه اصلا يبقى لعيب كوره، هنجيب له بالطو ليه؟ ندخله والله المعمل ليه؟ العظيم صح، صح؟ والله انا ليه العظيم ده دخله حقيقي. العمر جيب له بالطو وعشمه حبيبي وهو في الاخر اصلا مش عارف فاهم بين الاحياء وابرن. والكيمياء. تعالى، لا بص انا عايزه اجي لك على برضو الحاجات بتاعه الرسم، الحاجات بتاعت الرسم دي فان معمول جوخ لها بقى هيرسم لنا الموناليزا. جدول لوحده بقى. اويل باستل، سيزرز، فلوماستر كالرز، دي اللي هي العاديه حبيبي. الفلوماستر كالرز دي. طبعا دي ده حاجه عادي عاديه. صح جدا، بس صح عايزين مثلا بتاع 50,000 لون. اكليريك بينت، كانافا، وابرن. تمام. هو شكسبير صحى من تربته. بعث هو من جديد فان جوخ، يعني بعث من هو جديد. هيعلموه ايه في المدرسه يحتاج كل ده؟ وكان سن سكتش ليه مقاسات معينه. وخدي بالك بيقولوا لكم ان انتوا تجيبوه من القطن المصري ومش عارف ايه. حبيبي خير، انت عارف يا خالد هو انا ما شفتش هيطرز. الكنفا ده طول حاجه، كنا بناخد تدبير منزلي كله، بس ما شفتش الكنفا ده هي يعني كانت في حصه الدراسه الزيت عندي خالص. فاضيه، انا كنت طول عمري مدارس خاصه فما كانش عندنا حصه الحاجات اللي هي التدبير وكده. فلما دخلت حكومه فكان في حصه زراعه بقى وحصه مش عارف ايه، ايوه كنا ندرس زراعه فاضيين. وصيانه كنا هي بناخدهم، اول والبنات حصه كانوا بياخدوا تدبير يعني احنا كنا منزلي مدرسه شباب، وخياطه. احنا كنا مدرسه شباب. فمدرسه السادات الثانويه العسكريه كانت اول حصه الميس تعمل مربى الجوافه دي بتاعه الزراعه، الموسيقى تقعد تطبل على الدرامز، وبتاع الصناعه ده اي حاجه بايظه في المدرسه يعني بيصلحوها. فانا كنت دايما اروح بتاع الدرامز ده واخلص واروح اكل الجوافه حلو بس. جدا، حلو لكن جدا والله. الطلبات الاوفر دي لا بس حقيقي احنا، لا بس عشان الحته دي فعلا احنا كنا بنتعلم حاجات حلوه وكويسه ايوه ومفيده جدا، احنا بناخدها بطريقه فاني دلوقتي علشان نضحك على حالنا وحال صعب. ولادنا واللي هم والمدارس عاملينه انا مع فينا. احترامي والله لكل الكاتيجوريز اللي بتدخل اولادها انترناشونال وسيمي انترناشونال الحاجات دي، العيال بيطلع عندهم متطلبات كتير قوي وبيطلع عنده طول الوقت هو عايش في الكومباريزن. انا هقارن نفسي بزميلي ده، اصل زميلي ده معاه تليفون مش عارف ايه وده معاه. لا ده مش كده، انا مسكت تليفون حرفيا وانا في اولى ثانوي، كان عندي تليفون عادي بس ما بنزلش بيه في بروح بيه مرفه المدرسه. ده امسكته كان في ترفيه الجامعه عشان انا بالله اكبر منك، الحمد فامسكته لله في الجامعه. ترفيه ده. فكان انا كبرت حتى موضوع الكراسات، يعني انا عارف ان الكراسات بتشتروا انواع معينه والكراسه بمبلغ قد كده وفي الاخر واقلام على فكره، حتى الاقلام الرصاص براندات البسيطه جدا يقول لك اللي اتش هي بي يعني اتش قلم بي رصاص لعيل في كيجي، ما لا ينفعش. يقول لك نوع معين وعايزين منه اكتر من ست. طيب نسيب الموضوع بتاع عشان ده هم ما هم يتلم يتلم والله، بجد. وعيني الستات. صعب والله، عين عايزين الاهالي بجد على والرجاله، المصاريف. الراجل يا عيني بيشتغل وجمعيات وتلاقيه بيشتغل شغله شغلانتين وبيقسط اصلا المدرسه وبيقسط المصاريف لان بيشتري من ابلكيشن مش عارف ايه السبلاي فهيدفع ليست اقساط. بقى طويله لا الله والحالات يعينكم وحاجات، بجد الموضوع كبير والله. جدا جدا، بس احنا مش عايزين نعقد الناس. لا مش في هنعقد اختيارات لانه برضو، خدوا بالظبط بالكم، هي الحياه اختيارات، انا اقدر ادخل ابني الحاجه اللي تناسبني وتناسب بالظبط ظروفي. بس يعني احنا برضو بنعملها كده فور فان عشان بالظبط. الولاد ساعات بيضغطوا علينا. عايزه اروح بقى لموضوع العلاقات بين الراجل والست، يلا بينا. ولما مثلا تبقى بنتين بيتخانقوا على راجل، يعني في بقى قصه حب وكده، بس في واحده اللي هم يعني اللي هي ايه، رايحة السوسه خطفت الخطافه. الرجالة. ايوه خطافه الرجاله. برضو من وجهه نظرك كده، ايه اللي خلاك أنا عملت تعمل فيديو على الفيديو؟ الموضوع ده. ايه اللي خلاك تعمل الفيديو ده؟ شفت ايه قدامك؟ ايه اللي حصل؟ شفت كذا حالة قدامي بصراحة من ناس أنا أعرفهم. الموضوع كان سيء بعد سيء بالغاية بمراحل، فاهماني؟ يعني أنا ضد إن تكون، وخصوصا ده بقى اللي بيخليني أقول لك عدوة الست زيها. مثلا أنت بتحبي حد وصاحبتك طول الوقت معاكي وطول الوقت جنبك وتنصحك ليه، وهي تقوم لفة عليه من وراكي وهي اللي بقت في الصورة وتبعدك أنت عن الصورة.
انا ده بقى بالنسبه لي دول تارجت في حياتي انا بقى كل فتره كده اطلع اروقهم بفيديو فاهمه. يعني انت في رايك ان في ست خطفت رجاله فعلا؟ في ست خطفت رجاله في الكومنتس عندي كتير اصل مفيش راجل بيتخطف ده يبقى عايل. لا انك يا دهون عظيم بس فالست بتستغل قوي نقطه لان خدي بالك البنات غيرنا احنا كشباب. انا مش ممكن اقول لك نقط ضعفي بسهوله بس انتوا بتقعدوا مع بعض البنات تقول لك نقط ضعفها ومش عارف ايه فتديكي الحتت تحكي لك ده بيعمل لي كذا مش عارف ايه فتديكي كل المفاتيح اللي تقدري تقفلي عليها وتروحي انت تفتحي بقى للشخص ده وتاخديه في حضنك ويلا بينا احنا نطير. فالموضوع ده مستفز ومريب على فكره. فانا بحاول انامله بشكل كوميدي بصراحه لانه بصي بصراحه احنا شعب ما بيحبش المعلومه بشكل كوميدي. ايوه تعالي اقول لك مثلا لما كان موضوع تخفيف الاحمال انا كان عندي وجهه نظر ما تيجي نقعد مع بعض العيله تتجمع لكن هتطلعي بقى تقولي اصل ده والدوله والاستهلاك في ناس تفكيرها بسيط في ناس طول اليوم بتشتغل اي شغلانه على فكره مش حكر على حاجه معينه فتقولي انت مثلا دلوقتي قاعده عندك ضغط ذهني انت المفروض بتحضري فانت مش عايزه تسمعي سياسه قوي عايزه الموضوع بشكل كوميدي. فانا بحس انه دي رسالتنا احنا كبلوجرز وكانفلونسرز انه نساعد الدوله انه في ناس بتبقى محتاجه معلومه بشكل مبسط فانا اديها لك بشكل مبسط فاهماني. فانا بحس انه ده دورنا عموما كلنا ان انا على السوشيال ميديا عندي ارقام ناس بتحبني. انا عندي الجمله دايما بتتقال انا في الدقيقه ونص اللي بتفرج عليها فيها بنسى العالم كله وبخش في عالمك وبطلع منه واشوف ايه بقى هتفرج على ايه تاني فاهماني. فانا بحب كان ادخلك عندي حتى تلاقي دايما اغلب فيديوهاتي وشي متقرب احسسك ان انا بوينت اوف فيو انا قاعد معاكي انت شايفاني في وشك انا هنسيكي اضحكك بسرعه وهمشي وانت كملي يومك.